بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة إن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، وأنتم تقولوا بالمغرب عواشر مبروكة، إن شاء الله عواشركم مبروكة. بالنسبة للمباراة اليوم، مباراة متاع آخر موسم مع تعزوز فرق اللي تقريبا ما عندنا حتى أوبجكتيف أبار كوننا نلعبه، فممكن نحن كان حبينا نحضره بالماتش هذا، ماتش الكوب، نشوفه مع تابيبري الفريشور متاع الملعبية، عندنا مدة ما لعبناش. وكذا هو الأخطاء موجودة في كرة القدم، صار خطأ تحملناه، معناتها كانت نتيجة المباراة معناتها مرتبطة بالخطأ هذا. عملنا التغييرات، حاولنا باش نشاركوا الناس كل. أنا فرحان بالوليد علوم اللي بصراحة معناتها ممكن نجم يكون ظلمته وكان لعبته قبل، مش خذا حقه باش يلعب، وهذا القراءة متاعي، وحبيت نعطي حق معناتها اللاعب هذا إن شاء الله نتمنى له مستقبل ناجح. والله ممكن تفكيري في حاجه اخرى، تفكيري كان ان شاء الله اللاعبين يخرجوا سلامات بدون اصابات، هذا اكثر حاجه خممت فيها. معناتها انت تو قلت معناتها تقريبا فوق العشر ايام، فهمت تولي تخاف، تحاول كيفاش تحسب كل ملاعبي كيفاش تعطيه الدوزاج، وتعرف الملاعبيه اللي ممكن يعطي مجهود اكثر. كنت مركز على هذا، خاصه مع المعد البدني ركزنا على هذا اكثر شيء باش يخرجوا الاولاد لباس. ومع الاسف كانت فما اصابه لهيثم عينه، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله سلامات. وكان نتمنى الملاعبيه بعد العيد الكل يبداو حاضرين باش نحضروا على الاقل الاربع ايام اللي قبل المباراه، نمشيو في ستاج، ندخلوا في المعسكر ونحضروا المباراه تاع الكاس ان شاء الله. الجيش معناتها الجيش الملكي فريق نعرفوه، انت كيما الطباخ اللي باش يحضر الوصفه نتاعو، ان شاء الله لي زانغريديون الكل يكونوا حاضرين. هذا علاش نحن سعينا اللي من نهار 18 ان شاء الله باش ندخلوا في معسكر حتى نهار 23، باش نحاولوا نستغلوا الامكانيات الكل نتاع اللاعبين الكل، الذهنيه والفنيه التكتيكيه بطبيعه الحال، باش نحضروا المباراه نتاعنا باش يكونوا حاضرين. ونتمنوا التوفيق من عند ربي. اليوم شفتوا كره القدم تلعب مثلا، اليوم ما كانش فما توفيق، كانت خسرت 3 نقاط ضحك، فهمت، وجات كره على العارضه مع فهمت. ونحن نتمنوا نخدموا على رواحنا، نحضروا، وان شاء الله ربي يوفقنا في العمل ديالنا. شكرا لك، الله يوفقك.